هنا أورد المصنف حديثا وقال إن هذا الحديث أصله وهو تصديق لما في كلام الله عز وجل. نبدأ بالحديث ثم نأتي بالآية. الحديث ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا، أي طريق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا الحديث فيه أن الناس جميعا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيتبعون طريقة من كان قبلهم، وإن لم يكن دخولا في دينهم وخروجا من الملة، ولكنه اتباع للسنن، فهو مشابهة لهم في بعض أفعالهم الجاهلية، ولم يخرجهم من الإسلام، لأنه ولذلك قال: لتتبعن أيها المسلمون سنن من كان قبلكم، فما زلتم مؤمنين مسلمين، ولكن تلبستم ببعض أوصاف الجاهلية التي ليست من أوصاف الإسلام. حذو القذة بالقدوة، القذة تماما، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هما أمران، ليس المقصود التفصيل، وإنما المقصود أمران الذي ذكرهما الله عز وجل في كتابه حينما قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، عرفوا الحق وتركوه، والضالون هم النصارى، جهلوا الحق وتعبدوا الله بجهل. ولذلك الناس في اتباعهم سنن من كان قبلهم المقصود به أساسا على سبيل إجمال هذان الأمران: أن يعرف الحق ويترك ذلك الحق نفاقا أو عنادا أو رغبة في دنيا أو غير ذلك من الأسباب. والأمر الثاني أن يكون جاهلا بالحق فيتعبد الله عز وجل على جهل وعلى غير هدى. وهذا هو المقصود أساسا بهذا الحديث، وما عدا ذلك هو متفرع عن ذلك.